السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه الفرحة ديال هيام من بعد ما اتصلت بها الام ديالها وكتقول لها بان راها جاتها الرسالة ديال الادسنس اللي فيها الكود، فهي فرحات واحد الفرحة كبيرة. حنا كنتمناو لها غير الخير، ما بغيناش لها شي حاجه خايبه. هذاك الشيء اللي كان باغي لها حمزه حتى حنا رحنا باغينو ليها، وكنقول لصحاب التعاليق السلبيه حنا ما حاسدينها ما والو. حنا ما كيشرفناش كيوتيوبرز انها تكون يوتيوبر شاده شي طريق خايبه او انها تهضر مع الناس بواحد الطريقه سلبيه. حنا كنتقدوها باش انها ترجع للطريق فقط، وكنتمنوا لها غير الخير والله يعاونها والله يسهل عليها. فما نطولش عليكم، غادي نخليكم تشوفوا اللحظه ديال الفرحه ديالها وكيفاش استقبلت الخبر ديال وصول رساله الكود الادسنس. راه التليفون الاخر خدامه بيه. شوفي امي الوالده الله يحملك، الوالدين امي ما يشوف حتى واحد. قولي لي شكون اللي شافها، حلفي متاكده عندك يونس يكون صورها ولا شي حاجه؟ ما صورها حتى واحد عندك في يدك. شوفي عنقيها يا امي واجي عندي وغندور معك مزيان. في الصباح تكوني عندي الله يسهل عليك، في الصباح تكوني عندي باش نتهلا فيك مزيان. وفي الصباح نعسو وفيقي وشدي الكار واجي عندي. اجي طيارة ما تجيش في الكار، اجي في التران. ما عرفتش المهم اجي. اوي يصورها ولا غياخدوها غياخدوها ليا؟ لا ما خصي يصورها حتى واحد. دوزي اليبا دوزي لي. لا دوزي اليبا دوزي يبا. شوف هذيك البرا ما يشوفها حتى واحد وما يصورهاش يونس، راه غالب قاتلو في التليفون غياخدها شي واحد. شنو اولي لفزقت عندك يكون تخسر داكشي؟ عندي نوامر بزاف ما عرفتوش. شوف دير لها ياك بعد الارقام كيبان وكلشي تيبان. صافي خبع وعطيها لها في الصباح جبالي تركب وجبالي في الصباح. انا غنخلص لها يومين للسيمانه ديال الخدمه، سمعتي؟ انا ما غنمشي لتا شي بلاصه، غنبقى نتسناها ملي تجي ملي واسمع وهي ولا وهي غتجي المحطة وغنجي نجيبها أنايا. والناس تدير لايف، الناس تيقولوا لي على سلامتك أمي راه ما قارياش، قالت لي جات واحد البرا ولكن تجيبها ونشوفها عاد نقول لكم واش هي البرا ديال ادسنس ولا شي برا واحدة أخرى. صافي يلا قولها تجيبها لي. صافي با ما توريها لتا واحد، قولها تحطها تحت راسها تتجيبها ليا. وما شوفي ملي تصوت توصلي عيطي ليا ونتلاقاو في الباب الكبير. صافي شوفي ما تسلمي على تا واحد، ما تلاقي تا واحد. لا شي واحد يقول لك انا نسلم عليك ويبغي ياخذها لك، ديرها في جيبك وتتجيبها ليا. يلا صافي يلا سير يلا بسلام. يا اختي ولكن شوفوا انا باش تعرفوني انا راه كلشي تنقول، ولكن شوفوا راه خاصني تنشوفها، راه اين فوا نشوف البرا غادي نوريها لكم. بلا ما نوريهاش لكم تندخل الادسنس تيدخل داكشي في الكود وتقاد داكشي نوريها لكم. ماشي مشكل خليهم. شوفي راه بالعكس بنادم راه ما حدو كيحسدك وربي تيعطيك والله.
وصيت عطات، المهم تسلم على حتى واحد، راه انا وصيتها صافي. ناري تصوروا دابا، تصوروا معايا دابا انا نتخلص، عرفتي انتوما ما تعرفونيش، شنو انا نتخلص راه نقدر نقول لكم ما نعرف وحق الله. ناري اختي تصوروا دابا انا نتخلص من اليوتيوب شكل ما عرفتش. السلام اختي، تحية من دابي. الله يحفظك. شو مسكينة امي، اختي الوالدين كيش بحالهم، ما نكذبش عليك. شو يا اختي، جا خويا ولقاها صيفط لي ميساج وما جاوبتوش. شوفي مع الله، عاي شحال عاد تعيط لي تنجاوب، عيطت لي امي، عيطت لي في النمره اللي في اللايف، اش نمرتي وانا عيط لها بالنمره الاخرى، قالت لي راه وصلاتك الورقه، ولكن ما غاديش ماشي تقولي يا وصلتك الورقه صافي. امي راه ما قارياش، راح حتى نشوف البرا، الا شفت البرا ودخلتها وهذه غنقول غادي ندير لكم غدا لايف وغنقول لكم صافي صافي، غنقول لكم الادسنس تقادات والفلوس غدوز للبنك صافي. ديك الساعه الحياه غادي تبدل ان شاء الله. ان فوا شحال ما شديت، مليون جد المليون، غندير مشروع اختي نبدا نخدم فيه، نقدر نشري الحوايج، نشري ماكياج ونبقى نبيعو، فهمتي؟ دابا انا مشهوره ونقدر ندير شي مشروع والناس راه يتعاونوا معايا فيه صافي، ونخدم فيه، ولا نقدر نكري شي حانوت، شي كراج، ونديرو محلابه، ولا ندير قهوه هويا مستار، غير نكريها ماشي مشكل. انا فهمتي راه خصناها اللي يدفعنا ملي غادي نتخلص، واخا يكون قليل على الاقل ندير شي حاجه نخدم بها، فهمتي؟ نقدر نكري شي كراج ونشري الكراسه وداكشي، وندير محلابه، ندير راسي، ندير محلابه، ولا ندير شي سناك، ماشي ديال الساندويشات لا، ندير ديك الماكله الطبيعيه ديال المغرب، ندير الطواجن، ندير الحوت مقلي، ندير المعقوده والشلايد ديال المغرب، داكشي راه تنعرف نديرو، ما تنبغيش نديرو لكم في القناه. لكن عندي سناك راه نديرو وحق الله، رخصة اللي دفعنا، راه حنايا كون كان لقينا المساعدة راه كاع نبقاو نضيعو وقتنا، كون حنا خدامين. ولكن اختي بنادم ما عندوش باش يمول راسو، ما عندوش مدخول باش يدير شي حاجة، والله الا تخلصت، الا تخلصت غادي نحاول نشري الحوايج، ولا نشري ماكياج، ولا نقلب على شي كراج صغير نقادو، ندير فيه مرايات، وندير فيه الكراسة، وندير فيه داك بحال البوطاجي بحال هكا، ونشري كيسان.